صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل وافق السلف الوليد بن عبد الملك في إدخال الحجرة في المسجد؟ وما قولكم في من يلمز علماء الحرمين بأنهم ينكرون الشرك ولا ينكرون الصلاة في المسجد النبوي وفيه القبور؟ قبح الله من قال هذا القول اللي يصف المسجد النبوي بأن فيه قبور. المسجد النبوي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم، وكان فيه قبور للمشركين فنبشها ونقلها، فلم يبنى على قبور، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة محافظة عليه من الغلو. أما إنه جاء الخليفة ورأى أنه يدخله في المسجد، هذا تصرف من الخليفة ولم يوافق عليه. لكن الحمد لله ما زال الله يقيض من يحافظ على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع الغلو فيه، يمنع الغلو فيه في مختلف العصور، والحمد لله من ولاة المسلمين من يحافظون على القبر ويمنعون الغلو فيه، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم.